فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقال الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام مع أن الله سبحانه هو الذي كلم موسى مباشرة؟ لكن جبريل أيضا يأتي إلى موسى عليه السلام، جبريل هو السفير بين الله وبين رسله، وهو المكلف بالوحي. نعم. فضيلة الشيخ ما معناه أن الله كلم موسى أن جبريل لا يأتي؟ يأتي. نعم.